الإخوة والأخوات المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة من الريسات، ومنها نقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الإعلامي الزميل أرون برهاني في ذمة الله. فضائية إريسات تعد برامج خاصة اعترافاً بجهود تطوير الإعلام في إريتريا. ممثل الجبهة الشعبية الثورية الإثيوبية يزعم ويدعي أن ميناء عصب إثيوبي. ومجموعة هدف الإجرامية تزج بالشباب المختطفين من إقليم تيغراي إلى معسكرات التدريب في مدينة أفعبت. الإريتريون في ملبورن ينظمون إفطاراً أسرياً لدعم اللاجئين الإريتريين بالسودان. أيها الإخوة والأخوات، كانت تلكم عناوين النشرة، وإليكمها بالتفصيل من الريسات، يقرأها عليكم أحمد شريف. توفي الزميل الإعلامي البارز الأستاذ أرون برهاني قبل أيام بكندا جراء إصابته بفيروس كورونا، وقد مثل رحيله المفاجئ فقداً كبيراً سواء على المستوى الإعلامي والوطني، وقد نعاه زملاؤه الإعلاميون في أنحاء العالم معبرين عن حزنهم الكبير لرحيله، وقدموا واجب العزاء لأبنائه وأسرته الكبيرة والوسط الإعلامي. وكانت إذاعة إرن الدولية قد نعت الفقيد بالعبارات التالية: غيب الموت في كندا الصحفي الإريتري المعروف أرون برهاني. كان الزميل أرون أحد مؤسسي صحيفة سيتيت، وهي إحدى الصحف الخاصة في إريتريا في فترة الصحافة الحرة، والتي تم إغلاقها في الحملة الحكومية ضد الصحافة الخاصة في إريتريا، والتي أدت إلى اعتقال رؤساء تحرير الصحف الخاصة في سبتمبر من عام 2001. وصادف أن كان الزميل برهاني في مهمة عمل في الخارج أثناء حملة الاعتقالات المشؤومة، واستقر لاحقاً في كندا حيث أسس موقع المفتاح، وهو موقع إعلامي خصصه للدفاع عن حرية الصحافة في إريتريا وللدفاع عن زملائه المعتقلين في السجون حتى اليوم. حصل الزميل الراحل على الإجازة الجامعية في جامعة أسمرة في الإعلام. جدير بالذكر أن الموت كان قد خطف أيضاً الزميل الراحل ملكياس محرت آب، رئيس تحرير صحيفة قست دبنة الخاصة في أسمرة في الولايات المتحدة الأمريكية. جاء رحيل أرون الصادم بعد وفاة الزميل ملكياس محرت آب في نهاية مارس الماضي في أمريكا. وملكياس هو زميل وصديق لأرون، حيث ترأس في نفس الفترة القصيرة تحرير صحيفة قست دبنة أي قوس قزح. ضمن الاحتفال باليوم العالمي للصحافة الثالث من مايو، خصصت الفضائية المستقلة الريسات برامج خاصة تقليداً لذكرى من كانت لهم أدواراً بارزة ومجهودات مقدرة في تعزيز حرية الصحافة والصحفيين في إريتريا. ويأتي على رأسهم الصحفيين المغيبون في زنازين دكتاتور أسمرة، وكذا الصحفيون الذين ما زالوا يبذلون جهداً مقدراً في سبيل تنوير المجتمع الإريتري وعكس معاناتهم للرأي العام العالمي. في هذا الإطار قامت بتخصيص جائزة التعريف بالصحفيين الإريتريين تحمل اسم الصحفي الراحل ملكياس محرت آب. وقد قرر القائمون على أمر هذه الجائزة، والتي تقام للمرة الأولى، منح جائزة هذا العام للصحفي الراحل ملكياس محرت آب. وأعرب زملائه ومعارف الراحل محرت آب بأنه كان مثلاً للوفاء والإخلاص والتفاني في عمله الصحفي. يذكر أن الصحفي الراحل ملكياس محرت آب يهنس رحل عن دنيانا الفانية في 21 من مارس الماضي إثر علة مرضية، وقد لعب دوراً كبيراً في سبيل تطوير الصحافة والصحفيين، وكانت له إسهامات مميزة في ذلك. هذا وأفاد القائمون على أمر هذه الجائزة أن الهدف الرئيسي منها ليس تقليداً لذكرى الراحل فحسب، بل لذكرى كل أولئك الذين كانت لهم بصمات رائعة في حرية الصحافة والصحفيين،
وعلى رأسهم شرفاء الكلمة الذين يقبعون في زنازين مجموعة الهجرة الإجرامية لعشرات السنين دون أي ذنب سوى الصدح بالحقيقة المؤلمة، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم يأملون من إطلاق هذه الجائزة في أن تحدث تغييراً في واقع الصحافة الإريترية والسير بها قدماً لتحقيق أهدافها. الجدير بالذكر أن النظام القمعي في أسمرة كان قد قام بإغلاق ومصادرة جميع الصحف المستقلة في إريتريا واعتقال الصحفيين ورؤساء التحرير في 18 من سبتمبر عام 2001 فيما عرف باليوم الأسود للصحافة الإريترية، ومن وقتها والبلاد لا تعرف إلا صحيفة واحدة تعكس رغبة الدكتاتور وتمجد أفعاله الإجرامية. أنباؤنا هذه تأتيكم من الرئيسات. نظم الإريتريون المقيمون في ملبورن بأستراليا مأدبة إفطار في عدد من مناطق مدن ملبورن، أي مدينة ملبورن، فقد أقام مركز الرابطة الأسترالي إفطاراً أسرياً في 24 من أبريل، شارك فيه عدد من مختلف الأبناء والشباب والأطفال. تخللت الأمسية الرمضانية عرض شريط فيديو عكس معاناة اللاجئين ومدى حوجتهم، وكانت لكلمات الشيوخ بأهمية الصدقة في الإسلام مسترشدين بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، محفزة ومشجعة للحضور على التصدق. وقد استجاب الحضور كعادتهم بالتسابق في العطاء والتصدق السخي لإخواننا اللاجئين، حيث بلغ جملة ما تبرعوا به أكثر من 71 ألف دولار أسترالي. واعتبرت أمسية الرابطة من أفضل الأمسيات بفضل جهد الجميع الذي أخرج المناسبة في أروع صورتها، معبرة عن أصالة مجتمعنا الذي نفخر به ونعتز به. هذا وقد تكفلت أسرة المرحوم السيد بشير محمود خليفة بتغطية تكلفة الإفطار صدقة جارية ودعما لأهلنا اللاجئين، واختتمت الأمسية الرمضانية المباركة بصلاتي العشاء والتراويح. في إطار التنافس المحموم للانتخابات الإثيوبية القادمة وضمن المناظرة التلفزيونية التي أجريت للأحزاب المتنافسة في إقليم الأمهرة، ادعى ممثل الجبهة الشعبية الثورية الإثيوبية أن ميناء عصب الإريتري إثيوبي، وأنه يجب ربط إريتريا كفيدرالية مع إثيوبيا، وذلك في إطار سعيه لكسب أكبر عدد من أصوات الناخبين بدغدغة مشاعرهم باستدعاء الإرث الاستعماري القديم لأسلافه. وفي معرض جوابه حول سؤال وجه إليه عن الأدلة التي تعزز هذا الادعاء أو الاعتقاد، أجاب قائد الجبهة الشعبية الثورية أن ما يذكره الرئيس الإريتري في تصريحاته ولقاءاته بشكل مستمر من إمكانية استخدام إثيوبيا لميناء عصب، إضافة إلى قيام إثيوبيا حالياً بمساعي دبلوماسية وقانونية لامتلاك ميناء عصب حسب زعمه، تجر الإشارة إلى أن بعض الأحزاب الإثيوبية كالحزب الإثيوبي للديمقراطية والعدالة والحزب الوطني الديمقراطي يتبنون ذات المنهج والفهم، مؤكدين أنه في حالة فوزهم في الانتخابات سيعمدون إلى إعادة النظر في الشأن الإريتري والحدود البحرية الإريترية. يذكر أن رئيس الحزب الإثيوبي للديمقراطية والعدالة المنتخب حديثاً برهان نجا هو أحد القادة السياسيين الذين لا يعترفون باستقلال إريتريا، ويؤكد المراقبون والمعنيون بالشأن الإريتري أن تجرؤ هذه الأحزاب وقادتها السياسيين في إثيوبيا للحديث عن إريتريا وتطاولهم على سيادتها بهذا الزخم هو الصمت المطبق وعدم الاستنكار والاحتجاج الذي يمارسه من يدعي حماية الوطن وسيادته دكتاتور أسمراء المأفون وزمرته، لا سيما في ظل علاقاته المتميزة مع رئيس إثيوبيا أبي الذي تقع عليه مسؤولية كبح جماح التصريحات المسعورة التي تطلقها هذه الأحزاب المنضوية تحت مظلة حكمه، مما يوحي بأن هناك تماهي بين سياسة الرجلين في أسمراء وأديس. قامت مجموعة هدف الإجرامية باقتياد الشباب الإريتريين المختطفين من إقليم تجراي إلى معسكرات التدريب في مدينة أفعبت، تم ذلك في 23 من أبريل الماضي. وأفادت حركة الشباب الإريترية للديمقراطية من الداخل بأن هؤلاء الشباب كان قد تم اختطافهم والتحفظ عليهم من قبل المجموعة الإجرامية في أسمرة في معتقل خور منع ومعسكر آخر لأكثر من 4 أشهر عقب اختطافهم من تجراي. وذكرت الحركة أن من بين هؤلاء الذين تم اقتيادهم إلى المعسكرات بأفعبت قرابة 700 قاصر وقاصرة. الجدير بالذكر أن مجموعة الهجدف كانت قد شنت حملات اعتقال واسعة في صفوف الشباب في مدن إقليم شمال البحر الأحمر بما في ذلك قرورة وغيرها من المناطق، حيث اعتقلت 2400 وقامت بإرسالهم إلى ذات المعسكر في 26 من أبريل الماضي.
في هذا الصدد كانت المجموعة الإجرامية قد اعتقلت عددا من المواطنين في مدينة بارنتو وقامت بإرسالهم إلى منطقة نقفة بعد أن احتجزتهم لفترات طويلة قبل إرسالهم إلى معسكرات التدريب حسب إفادات بعض الذين تمكنوا من الهروب من تلك المعسكرات ووصلوا إلى الأراضي السودانية. هذا ويهدف نظام أسمر الإجرامي من هذه الحملة المسعورة على الشباب وإرسالهم إلى معسكرات التدريب إلى إبادة هؤلاء الشباب من خلال الزج بهم في حرب الوكالة التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل. أيها الإخوة والأخوات، قبل اختتام النشرة إليكم تحيات الزميل الأستاذ إدريس خليفة أبو هاشم في تحرير وترجمة الأخبار، والزميل عوت يهنس كداني في مونتاج وإخراج النشرة. تحياتي في الإشراف والتقديم أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.